السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بداية مباراة الزمالك والاتحاد في كأس مصر، زي ما احنا عارفين الاتحاد السكندري كان طالب النهاردة من الاتحاد وأعلن من خلال صفحته الرسمية أن تم الموافقة على استخدام حكام اجانب لمباراه الزمالك والاتحاد السكندري المقرر لها يوم الاحد المقبل في قبل نهائي كاس مصر. وزي ما قلت لحضراتكم ان محمد مصلحي دافع نصف المبلغ بتاع استخدام حكام اجانب، وهو 12,500 دولار. احنا عارفين ان الحكام الاجانب هيجيبوا 25,000 دولار، ونادي الزمالك هيتحمل النصف اللي هو 12,500. لكن الغريب في الامر ان الحكام دول هيجوا من دول اي كلام، يعني حكام اي كلام، حكام مش من حكام الصفوه زي ما بيقولوا من الدوريات الكبرى، لا حكام زي اللي احنا بنشوفهم قبل كده او شفناهم قبل كده بيديروا مباريات للزمالك ومباريات لبيراميدز ومباريات الاهلي وبيراميدز. يعني قال لك النهارده الاتحاد المصري لكره القدم خاطب صربيا وكرواتيا والمجر والمكسيك، يعني علشان يقول لك الوقت ده المباراه هتكون خلال 72 ساعه، فمش هنلحق نخاطب حكام من الدرجة الأولى أو حكام من دوريات الكبرى توب فايف، فلجأوا لنفس الفكر القديم. يبقى إيه الفرق بين الاتحاد الحالي والاتحاد السابق؟ كله أي كلام وكله بيجامل نادي الزمالك، يعني عارفين الحكام بيبقى ظروفهم إيه وإمكانياتهم إيه وحكام مستواهم، وكل النقاد الرياضيين وكل خبراء التحكيم اتكلموا عن الحكام اللي جم مصر قبل كده، قال لك انهم اخطائهم برضو كتير ومجاملاتهم كتير، مجاملات مش متعمده لكن اخطائهم كتير. قال لك الحكم المصري اكبر من الحكم الاجنبي او افضل من الحكام الاجانب اللي جوهم مصر هنا، يعني اتكلموا عن مخالفاتهم او مشاكلهم في او اخطائهم في المباريات اللي حكمهم فيها. الميزه الوحيده على ما اعتقد ان لم يكن يعني موجه من الاتحاد زي ما بيقولوا انه ما يعرفش الوان، نتمنى نشوف مباراه جيده، وإذا كان في أخطاء تحكيمية وارد أخطاء تحكيمية تبقى يعني بدون توجيه من أي حد من الاتحاد المصري لكرة القدم. ده بالنسبة للحكام الأجانب اللي هيحكموا مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في قبل نهائي كأس مصر. أما بالنسبة برضو رامي ربيعة، النادي الأهلي هيلعب مباراته القادمة مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية. مباراة خلاص اتحدد ليها يوم 14 سبتمبر، 14 الشهر المقبل يعني. الزمالك هيلعب يوم 15 في بطولة دوري أبطال إفريقيا. أما بالنسبة لرامي ربيعة، فرامي ربيعة يعني في تصورات كتيرة أو إن هي بتتجه لإبعاد رامي ربيعة وراحته، إنه ما يشاركش مباراة الذهاب أو ما يسافرش مع الفريق وما ينضمش لقائمة الفريق اللي هتخوض مباراة كانو سبورت. مباراة الذهاب هتكون هناك. فبالتالي وده السبب في يعني راحة رامي ربيعة بعد الإصابة اللي لحقت بيه في مباراة اطلع بره، مباراة العودة اللي طلع من الشوط الأول بعد إحساسه بإجهاد أو إصابة في العضلة أو شد في العضلة الخلفية. نتمنى إن رامي ربيعة يعود بسرعة للنادي الأهلي. برضه هنا لا ياخدنا إن التأجيل هنا بقى مين السبب فيه، الزمالك مين هيسافر؟ الأهلي هيلعب يوم 14 والزمالك هيلعب يوم 15. السوبر هيتأجل، كان المفروض يلعب 18، قال لك هيأجلوه ممكن يومين ولا بتاع، ما نعرفش التأجيل. المفروض على ما يبدو ان الاتحاد ده او اللجنة المؤقتة اللي جاية تدير الاتحاد هتبقى لجنة التأجيلات، يعني جاية عشان تأجل كل حاجة يعني. ده سريعا بخصوص رامي ربيعة ومباراة النادي الأهلي. اما بالنسبة للحكم سمير عثمان، كان في حوار طويل معاه على احد المواقع واتكلم عن اسباب عدم استكمال مسيرته كرئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم. واتكلم سمير محمود عثمان انه في اشياء غريبه بتحصل في الاتحاد المصري لكره القدم، وقال ان في احد الاعضاء السابقين هو الذي لا يزال يسير الاتحاد المصري ويمشي الاتحاد المصري لكره القدم، احد اعضاء الاتحاد المصري السابق. واتكلم على انه رفض انه يشتغل نائب لجمال الغندور، وقال طبيعي في التجديد اللي بيحصل في الكره المصريه او زي ما قال اللجنه المؤقته جايه عشان تظبط حاجات ولوائح والكلام ده كله، المفروض من الطبيعي ان الشباب ياخد فرصته، مش هنفضل على طول نعتمد على الكبار، فالمفروض الشباب يجي ياخد فرصته وعنده وجهات نظر وعنده تصورات لامور كتير. وقال انه بدا يشتغل ويستورد شويه اشياء خاصه بالتحكيم، وقال انه لقى سبونسر او راعي هو اللي هيتحمل تكلفه الاشياء الخاصه اللي هيطور بيها منظومه
التحكيم، لكن تساءل في نفس الوقت لو ان السبب في استبعاده عن رئاسة لجنة الحكام للاتحاد المصري لكرة القدم انه عمله في قناة النادي الاهلي. طب ما هو برضه جمال الغندور جاي كان بيشتغل في قناة بيراميدز، مش قادر يستوعب سمير محمود عثمان ان اللجنة اللي جاية عشان هدف معين واتجاه معين وتوجيه البطولات والتتويجات الى نادي بعينه. ده سريعا بخصوص كلام سمير محمود عثمان وتعليقه على تعيين جمال الغندور خلفا ليه، ان الراجل ما قعدش ما لحقش يكمل اسبوعين ويعتبر ما لحقش يشتغل يعني وما لحقش يدير اي شيء، لكن هو محسوب على النادي الاهلي لانه بيشتغل في قناه النادي الاهلي. جمال وبالنسبه لسمير محمود وبالنسبه لجمال الغندور مش محسوب على شيء على الرغم ان هو كان بيشتغل في قناه بيراميدز. ده بخصوص سمير محمود عثمان. اما بالنسبه للنادي الاهلي والمدرب الجديد الذي لا يزال يجهل الكثير وكل الناس في حيره من امرهم بخصوص على راي عبد الحليم حافظ يتساءلون يتهامسون مدرب الاهلي من يكون. فالنهارده ناقش محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع وفد النادي المتواجد في اوروبا نتائج المفاوضات اللي وصلوا ليها خلال الساعات الاخيره من المفاوضات يعني. واستعرض الكابتن محمود الخطيب في من خلال المحادثات مع كل من خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وامير توفيق مدير التعاقدات اللي وقع عليهم الاختيار للسفر والتعاقد مع المدير الفني الجديد، وكان في خطه وضعها مجلس اداره النادي الاهلي لانتقال مدير فني انه يحقق طموحات جماهير النادي الاهلي خلال الفتره المقبله على كل المستويات وكل البطولات اللي بيخوضها النادي الاهلي. وقال لك ناقش الخطيب في اتصالات هاتفيه مع مرتجي وتوفيق نتائج المفاوضات اللي تمت خلال الساعات الماضيه مع اكثر من مدرب اجنبي وسبب فشل التفاوض مع مدربين اخرين، بجانب استعراض المفاوضات التي ستتم خلال الساعات المقبله مع احد المدربين المرشحين لتدريب النادي الاهلي. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي كان ارسل امير توفيق وبعدين امبارح لحق به عضو مجلس اداره نادي الزمالك خالد مرتجي. نتمنى ليهم التوفيق ويكون الاختيار اختيار موفق علشان اللي يدير بقى. نحس الفتره الاخيره في النادي الاهلي ما كانش فيه استقرار فني بالنسبه للمدربين بسبب اخفاقات مدربين متتاليه، وده برضو نتيجه السرعه في اختيار بعض المدربين. يمكن في المره دي او في تاخر في اعلان اسم المدير الفني لان بيحاولوا قدر الامكان انهم بيحاولوا يختاروا الاختيار الافضل او الامثل علشان ما نرجعش تاني نقيل مدرب بعد 6 شهور بعد مش عارف ايه. عايزين مدرب يفضل معانا يحقق بطولات ويستمر معانا. برضو عايز اتكلم في حاجه مهمه وهو موضوع اعاره اللاعبين. يعني إعارة اللاعبين أمر وارد ومفيش فيه أي مشكلة، لكن البنود اللي عملها نادي الزمالك واقترحها نادي الزمالك وهي إن اللاعب اللي يتم إعارته من نادي الزمالك ما يشاركش قدام نادي الزمالك في أي مباراة. النادي الأهلي طبعًا لما لقى إن دي ميزة لنادي الزمالك، إنه النهاردة لو في لاعب نادي أنا تم إعارته من نادي الزمالك وراح نادي زي مثلًا زي الاتحاد السكندري، في عنده 2 لعيبة سيسي وفي لعيب تاني مش متذكر اسمه من اللعيبة الأساسية اللي بتلعب بشكل مستمر مع نادي الاتحاد وبيعتمد عليها نادي الاتحاد، فجأة كده نجيب لعيبة مركونة ما بتلعبش عشان هيلعبوا الزمالك لأن 2 لعيبة دول محرومين لأنهم طالعين إعارة محرومين إنهم يلعبوا قدام الزمالك، فبالتالي نادي الاتحاد مش هيلعب بكفاءته. قيس على ذلك بقى لو مطلع لعيبة الاتحاد ومطلع لعيبة للمصري ومطلع لعيبة مش عارف إيه، مباريات الزمالك هتبقى ضعيفة، فبالتالي النادي الأهلي حب يستغل الميزة اللي الزمالك عملها عشان ما يبقاش أنت مميز عني في شيء. لو في حاجة اسمها تعميم، عمم لو في لائحه بتقول ان مش من حق النادي انه يلعب ماشي تعممها وانا ما فيش عندي مشكله. فالنادي الاهلي النهارده في نادي مثلا زي نادي الجونه وغيره زي نادي مثلا نادي سموحه في لعيبه معاره من النادي الاهلي لسموحه منهم مثلا ناصر ماهر لعيب كفء ولعيب جيد جدا. النادي الاهلي لما يجي لاعب المصري وهو معتمد على نادي على ناصر ماهر فبالتالي المصري هيبقى قليل. والجونه في لعيبه طالعه معاره من النادي الاهلي لعيبه كثر يعني الى جانب ان في لعيبه تم بيعها بشكل نهائي يعني مثلا في الجونه في 3 4 5 لعيبه مثلا طالعين اعارات من النادي الاهلي. يوم ماتش الاهلي والجونه مش هنلاقي اللعيبه دي، هنلاقيهم موجودين بيلعبوا مع الزمالك ومع كل الانديه لكن النادي الاهلي اللعيبه دي مش هتلعب. فدي برضو ميزه للنادي الاهلي، لكن هنا مين كفته ارجح؟ مين اللعيبه النادي الاهلي هنا درس بقى لنادي الزمالك اللي ممكن يفكر ولو فكروا في النقطه دي هيتراجعوا مليون في الميه وهم اللي هيطالبوا زي ما قالوا. اللاعب اللي يطلع اعاره من نادي الزمالك ما يلعبش قدام نادي الزمالك يطالبوا ان اي لعيب يتم اعارته من اي نادي يلعب قدام النادي ده.
عندك لعيبه اللي بتطلع من النادي الاهلي او طالعه من النادي الاهلي عارة لعيبه على قدر كبير جدا من الكفاءه، فهيمتنعوا عن النادي الاهلي، فهتبقى ميزه للنادي الاهلي. فده يعتبر درس جديد، النادي الاهلي بيدين نادي الزمالك ان انت طلعت اعاره وانا لعبت طلعت اعاره، مين اللي هيستفيد بقى من الاعاره؟ النادي الاهلي ان شاء الله هيستفيد من قصه الاعاره دي اكثر من الزمالك، وده اللي ممكن يجبر مجلس اداره نادي الزمالك في الفترات المقبله ان يغير الفكره دي، وهو اللي هيطلب ان اللعيبه اللي تم اعارتها تلعب قدام اي فريق تم اعارته منه. ده بالنسبه لاعاره اللاعبين. واخيرا واخرهم كان باسم علي الى نادي الجونه. نادي الجونه حاليا في فريق كامل من النادي الاهلي، يعني تيجي تبص على اللعيبه اللي انتقلت من النادي الاهلي لنادي الجونه، في لعيبه يعني وصلوا ل 11 لاعب، اخرهم زي ما قلت لحضراتكم اللاعب باسم علي. تعالوا نستعرض مع بعض كده اسماء اللعيبه اللي انتقلوا من النادي الاهلي او كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي وبيلعبوا في بيراميدز حاليا. قال لك الجونه دلوقتي في من النادي الاهلي باسم علي واحمد ياسر ريان، اكرم توفيق، محمود الجزار، عمرو السعداوي، اسلام محارب، عمرو بركات، عمر رضوان، محمد ناجي جده، محمد نجيب، واحمد علي. اللي على سبيل الاعاره باسم علي واحمد ياسر ريان واكرم توفيق ومحمود الجزار، بقيه اللعيبه معظمهم طالعين عارفين يعني النادي الاهلي فيه مثلا اربع خمس لعيبه مهمين، فرقه كامله. وده اللي تعب نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك في الفتره الاخيره اللي طلع خالد ابو الكلام النادي الاهلي بيكافئ الجونه علشان التعادل مع نادي الزمالك. لا، في علاقه جيده ما بين نادي الجونه والنادي الاهلي. وفي برضو انت النهارده طلعت لعيبه كتير مثلا لانديه معينه انت شايف انها بتطلع لهم اعارات، عايز تعمل زي النادي الاهلي يبقى عندك فريق تاني، يعني زي ما بيقولوا على الجونه الاهلي به. ففي الزمالك في بتطلع لعيبه انها السنه دي طلع، يعني كل سنه الزمالك بيشتري من 12 ل 15 لعيب ويطلع من 12 ل 15 لعيب. فدي نقطه لو الزمالك خد باله منها هيتراجع عن قصه عدم لعب اللاعبين في عقود اعارتهم، يعني عدم لعب اللاعبين قدامهم في عقود اعارتهم. برضه بالنسبه لنادي الزمالك النهارده كان في جلسه اللي هي دعوه هاني العتال بايقاف انتخابات نادي الزمالك او رفع قضيه ضد الوزير وضد نائب الوزير وضد مدير التنفيذي للشباب والرياضه ومدير تنفيذي الزمالك ورئيس نادي الزمالك علشان ايقاف الانتخابات وبطلان اللائحه اللي تمت عليها الانتخابات الاخيره لنادي الزمالك. وتم يعني حجز الجلسه او تحديد جلسه اللي هي يوم 2/9/2 سبتمبر المقبل علشان النطق بالحكم، يعني 2 سبتمبر النهارده 30 باقي يومين، يعني جمعه سبت علشان النطق بالحكم في او النهارده 30 يعني من حد تاني النطق بالحكم في قضيه اللي رافعها هاني العتال ضد مرتضى منصور. ده بخصوص نادي الزمالك. اخر خبر معانا موضوع محمد النني، في تقارير صحفيه انجليزيه طلعت مؤخرا ان محمد النني ونادي ارسنال وافق على اعاره محمد النني الى نادي بشكتاش التركي. يعني احنا شفنا الفتره الاخيره التصريحات اللي قالها اوناي امري مدير الفني نادي ارسنال، قال يعني محمد النني ومستفي الاثنين لعيبه في نادي ارسنال ما كانوش سعداء الموسم الماضي مع نادي ارسنال، والموسم الجاي مش هيبقوا سعداء لان مش هيتم الاعتماد عليهم. لو عايزين يبقوا سعداء ويلعبوا كره القدم يطلعوا يشوفوا مصلحتهم. محمد النني كان متمسك يلعب في ارسنال، العقد بتاعه نادي كبير وراتب شهر اسبوعي كبير والكلام ده كله، لو انتقل بره هياخد راتب اسبوعي اقل، فكان بيفكر. والقصه مش قصه فلوس، الفلوس هتجيلك لو انت لعبت وتالقت، لكن لو ما لعبتش هتفضل تصدي، لا هتنضم لاي نادي ولا هتلعب في ارسنال، ويمكن مكانك في منتخب مصر يروح. يعني احنا مش هنفضل بس معتمدين اسم محترف وقاعد بره في الثلاجه ما بيلعبش يعني. فكلام على ان النني هينتقل وهيتم الاعلان خلال ساعات عن انتقال محمد النني على سبيل الاعاره لمده سنه من ارسنال الى بشكتاش التركي. دي كانت بعض اخبارنا النهارده. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.